يعني خوفي منه ما حدا بتنقله أكثر شيء بزقبه. قذيفة. بتذكر سوريا قبل الحرب كانت يعني كتير حلوة وكتير حلوة وكتير دايرة كلها تزرعين شجر زيتون. بتحب الأساتذة وحب الطلاب وحب رفقاتي وحب. كان بيتنا كتير حلو، كانت أختي الكبيرة كل يوم بالزين وبالورد، يعني كأننا عايشين بجنة. هذا الفستان لسه أنا عندي إياه بالبيت، وقتها كان في عرس عمي. وقتها كنا رايحين بس كان في مشاكل. بعدين صارت الحرب هناك، بعدين نسيت كل شيء. نسيت إني بعرف. They started shooting gun and I saw a big bomb. It was scary. الثواني ما بتشوف الجسس صارت حواليك، هذا اللي طارت ايده وهذا اللي طارت اجره وهذا اللي طار راسه، ما بتعرف حالك وين صرت. وفي حتى بالحرب خسرت رفيقتي اسماء، راحت فكرت هاي القنبله طبتها على الارض وانها متفجره بيها وانها ميته. نركب سياره نوطخ عشان ما حد يشوفنا. The most difficult part was sleeping on rocks and climbing up mountains and down mountains up and down. انبطحوا حبيبتي ما تقدر ترد، تنبطح ترد توقف وداخت ووقعت وقالت روح محفون يموت. قلنا لها يا نموت كلنا سوا يا نعيش كلنا سوا. ليش لحتى بعدين انطت لما ما خليني البسه بركس يعني بركي مثلا حدا كبرنا غلطنا بالبلام قتله. وخرب المحتور معانا هم مش مزبطينه، نفس بينا شوية. لكن حاسة انه امي نغرقت بالبلام هيك، بس لجوا تبع صياد السمك شدنا على الشط. يمكن شي 50 كيلومتر هيك شي. أول نهار وصلت قمت أبكي، قلت لها أنا أيمت نرجع على سوريا. فقالت لي أمي تاتا هدا الأمور، عادين استوعبنا إنه تاتا هدا الطار في سوريا ترجع. يعني وسبب هذا الشيء هن سياسيين، بدي لكم يا سياسيين بطلوا اللعبة هاي مشان نحن نرجع لوطننا. و مشان هالأطفال اليتامى يأمنوا مستقبلهم، نحن نأمن مستقبلنا.